السلام عليكم. قالت جريدة الشروق الجزائرية أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرر استحداث ورفع منحة البطالة لصون كرامة الشباب الجزائري، مشيرا إلى أن اجتماع مجلس الوزراء ناقش هذا القرار، وتدفع الوكالة الوطنية لتأمين على البطالة منحة بطالة شهرية، وتضمن الحماية الاجتماعية والطبية. وللاستفادة من هذه المنحة في الجزائر، تم تخصيص مجموعة من الشروط، وهي أن يكون سن البطالة يتراوح من 30 إلى 50 سنة وحاملا للجنسية الجزائرية، وأن لا يكون موظفا أو يملك نشاطا خاصا به. ويشترط على المستفيد من المنحة أن يكون مسجلا في مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل كطالب للعمل، وأن يمتلك مؤهلا مهنيا. وللإشارة، تداولت العديد من التقارير الإعلامية منذ أشهر عن نية الدولة على منح البطالين الحاملين لشهادة الجامعية وشهادة المعاهد والتكوين المهني منحة تقدر ب8000 دينار جزائري إلى غاية الحصول على منصب شغله.